السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في ميغين كارا مناب نيهونغو التعلم اللغة اليابانية من الهيكام. اليوم سوف نتعرف على عبارة هانسي سورو هيتو وا سيكو سورو، ويقابلها في اللغة العربية التعلم من التجارب السابقة هو مفتاح النجاح، وتعني إعادة النظر في نقاط الإيجابية والسلبية للتجارب والاستفادة منها في المستقبل. لنشاهد مثال استخدام العبارة. はい、どうしたの？今日ミスしてしまったので、同じ失敗を繰り返さないように反省点を書いていたんです。それは素晴らしいね。反省する人は成功する。うまくいったことも書くといいよ。はい。 次に何をしたらいいか、何をしてはいけないか分かるようになるからね。ありがとうございます。頑張ります。はい、頑張ってください。はい。で、今日の目的は何だったの？ والحابين تتعلم أكثر عن اللغة اليابانية وثقافة اليابان. كان بزور موقع جيف ميتو بالأسهل. ميتو بالأسهل. ありがとうございます。